شعائر سيد الشهداء تتمحور حول مظلومية سيد الشهداء. إمام الرضا عليه السلام يدخل عليه إبراهيم بن أبي محمود في مثل هالأيام، يقول للإمام الرضا شوف كيف التركيز على مسألة المظلومية، إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، ولقد استحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا ونساؤنا. ثم التفت إلى الإمام الرضا قال إن يوم الحسين تدري سوى فينا؟ أقرح جفوننا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. تالي الإمام عند عبارة، وهذه العبارة إليك شيعها، يقول فعلى مثل الحسين فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليندب النادبون. يعني شنو يندب؟ يعني يصرخون حسين.